مايا هقول لك الابراج وتقول لنا كده قراءه سريعه عن الصحه والعمل والحب. يعني مثلا الجدي. الجدي طبعا اهتماماته بالنسبه للراجل، انا كلام بالنسبه للراجل والست، الجدي اهتماماته الاولى طبعا شغله. الجدي انا بنصحه يهتم شويه بزوجته او بعلاقته العاطفيه لانها يعني بعافيه شويه. يعني لازم يدي وقت لزوجته اولاده، الشغل واخده. برضو بديله نصيحه ان هو بلاش العند حتى في الحاجات الغلط، ولو حد شايف حاجه غلط ونصحك اسمع كلامه، ويعني مش الناس مش ما هو مش هيسمع كلام اي حد، يعني الناس القريبين منه. امرأة الجدي برضو على فكرة امرأة الجدي مجتهدة جدا، وبرضو بتوصل وفي الناحية العملية ناجحة جدا جدا، بس هي في الناحية العاطفية برضو في مشكلة، برضو في عدم تواصل بينها وبين شريك حياتها. يعني دايما بتتفهم غلط، دايما ما بتعبرش على اللي جواها، عندها كبرياء ان هي مثلا ما ينفعش تعتذر، ما ينفعش تبدأ هي بالصلح، يعني ان انت تصالحها صعب شوية. فطبعا مع الرجل المصري الرجل الشرقي بتبقى الموضوع صعب، فالعلاقة العاطفية عندها بعافية شوية. العمل بالنسبة للجدي كويس جدا، وبالنسبة للست كويس جدا 22. بس العاطفة هي اللي بعافية شوية عندهم. الحب في الصحة لا ان شاء الله، يعني هم على فكرة مش بيهتموا بصحتهم، يعني هم توكاليين جدا بشكل عام. فلازم يعمل فحوصات، لازم بشكل عام توكاليين جدا. مش من النوع اللي مثلا موسوسين او بيروحوا للدكتور، فده طبعا غلط، لان ممكن يعني لازم يعملوا تشيك اب.